بيني وبينه احنا بنتكلم على كانه بيقرا هم ناويين يعملوا ايه. وبعدين قال لي ملاحظه هتطلعني بره السؤال بس ما ينفعش اعديها. حضرتك قلت لي سنه 84 بيريز قال في الكنيست انه صحيح مش هنحارب بجيشنا تاني مع مصر. مش هدخل جيشي في مواجهه. ايوه. لكن هنعمل ايه بقى؟ هحارب بالوكاله. هحارب بالوكاله. بالوكاله. وهو ده مبدا الوكاله اللي حطه. والوكاله اللي اختاروها في الارهاب بقى لما جم يزرعوه. لان الارهاب هو الوكيل عن الدول اللي بتنفذ مشروع الشرق الاوسط الكبير. فحط الارهاب وانقسام الجيوش هم اداه التنفيذ للجيل الرابع من الحكومه. فبالتالي ومع الحصار الاقتصادي والعمليات النفسيه. المهم انقسام الجيوش خدها العرقي والديني وزي سوريا والعراق واليمن قبلي. ويزرع مع الارهاب عشان يسيطر على الدوله وتفتتها. في مصر عارف ان الجيش ما بيتقسمش فزرع له الارهاب على اطرافه بعد ما وقف الشرطه وكمانها ودخل الجيش مكانها جوه البلد فبقى زرع الارهاب بره هو. طبعا. الارهاب بقى هنا احنا عندنا بالظبط الارهاب هنا بقوله هنا الارهاب بسيط يعني ازاي ايه الارهاب اللي بيعوزه؟ عايز تمويل وعايز تمويل بالفلوس يعني وتمويل بالافراد والمعدات والواد دعم اللوجستي واداره وقياده. فالارهاب الدولي هتلاقيه بقى اختار دوله تقدر تمون وملهاش حساب من شعبها ولا اجهزتها التشريعيه وغنيه جدا وفلوسها فايضه وعايزه تكبر. خد قطر. نعم. وتبرعت بيه الموضوع. الجزء الثاني عايز دوله تكون قريبه من مسرح العمليات واقدر الناس تروح وتيجي منها بسهوله. وهي اللي تقدر تودي الدعم وما تشوفوش. فاختار تركيا من حلف النيتو سره. فبقت تركيا هالمعبر والدعم اللوجستي كله بيدخل منها سواء اسلحه او معدات او افراد. وبقت يا معبر افراد من غير باسبورات من غير كلام زي كده. يبقى التجنيد بيزود العدد من خلال من غير تركيا. لو انت جيت رصدت السفرات كلها اللي تمت لموضوع العراق والشام او سوريا عموما هتلاقي كلها داخله من اراضي تركيا مش من مطارات حاجه من الارض ما شاء والاسلحه كذلك. صحيح. بعد كده بعد كده الاداره. الاداره مخابراتيه. ليه؟ لانه انا هشتغل ارهاب دولي يبقى بخدم السياسه الدوليه اللي انشاته. يبقى اذا هتكون الاداره مرتبطه بشغل المخابرات تقنيه باقل جهد ممكن باكبر خسائر ممكن. وده لو انت بصيت لعمليات الارهاب كلها هتلاقيها بالمنظر ده. وبالتالي لما جه طبق الكلام ده على مصر كارهاب دولي عندي لان بقول الارهاب دايما في مصر ارهاب دولي. كل عمل تعمله متقدم يرجع مصر لمكانتها الطبيعيه لازم يصدوا عمل ارهابي. انت في خلال لما نجم المجموعه الاخيره دي دلوقتي تلاقي مثلا انت قدرت تعمل سلام في سوريا مؤقت طبقا لرؤيتك السياسيه من 2013. قلت السلام وحملت روسيا معاك. روسيا دخلت وياك في هذا الموضوع وشالت ملف في جنيف 1 و2 و3 و4. نعم. بفكرك انت السياسي. واخر حاجه طبقتها ان انت خرجت جيش النصره من جنوب الغوطه باتفاق في مصر هنا قبل رمضان باتفاق نواب او مندوبين من وزاره الدفاع امريكا ومصر وانجلترا وروسيا والسعوديه وسوريا. وانت اللي اشرفت على خروج الجيش النصرة من هناك. طب هذا الكلام في صالح الشرق الاوسط ولا ضده؟ ضده. لان مش يبقى كده العمليه مش ماشي. مش ماشي. انت عملت مصالحه فلسطينيه. طب المصالحه الفلسطينيه ما كانش حد متوقعها خالص. طب ضد مين؟ ضد اخواننا اليهود اللي مش هيقيموا دولتهم بالاسلوب اللي هم عايزينه. مش ضد فكره الشرق الاوسط الكبير. ضد الشرق الاوسط الكبير نفس الموضوع. طب انت رحت عملت في ليبيا دخلت القبائل في الحسبه السياسيه اللي ما كانتش موجوده. دخلت القبائل صح عشان تمشي الموضوع لان انت عرفت السياسيين واقفين وكل واحد مرتبط بظهره وظهيره. القبائل لا انا اجيب القبائل تدخل معاكم بقى في مشروع. فانت بتعمل قلق ليهم في تفكيرهم. انت رحت عملت ايه؟ رحت مثلا رحت جنوب في الجنوب وعملت مصالح وصالحت اللي في جنوب السودان القبائل في جنوب السودان. ليه؟ ان انت الفكره تنميه الموارد المائيه المصريه هتبقى من عند اوغندا. ليه 15% من النيل جاي من هناك. فانا لو
نظفت المجاري المائيه وعمقتها زي ما كنا عاملين كونجري الاول، هتجيلك مش اقل من 8 مليار متر مكعب ميه. فانت رايح، طب هتعملها ازاي والقبائل هناك متخانقه؟ هتقدر تعمل تنميه هناك ازاي؟ فلازم تصالح الناس على بعضها بحيث انك انت يبقى هنا الرؤيه الاستراتيجيه للدوله سابقه. يعني كانه فندم فانت كل ما تيجي تتقدم هو عايز يوقفك فيقوم يعمل لك عمليات ارهابيه. تقوم عملت مصحف في الصين، عمالك مطولفه، عمالك موضوع اللوحات. ادي انت النهارده لما عملت الشكل العام في سوريا ولبنان بيرد عليك بالضربه اللي كانت موجوده في مسجد الروضه.